حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق، من زاخو حتى الفاو، ومن شرق العراق إلى غربه على واحد من أرقامنا الداخليات الاثنين، وذني الأرقام بالنسبة إلى الساكنين داخل العراق. فأي شخص من داخل العراق يقدر يتصل بنا، أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. فعندنا 4 أرقام للاتصال، ذني 2 دوليات إضافة إلى رقمين داخليات، فذني الأرقام المخصصة للاتصال. أما هذا الرقم الذي تشوفه أمامكم مثل ما هو مذكور هنا للمشاركة عبر الرسائل، يعني ما قدرنا تحصلنا، ما عندك رصيد لأي سبب كان، ما يعني مع شديد أسف ما نقدر نسمع صوتك، أتمنى تكتب لنا رسالة على الواتساب لأنه ما أقدر أستقبل مكالمة على رقم الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، موضوع اليوم، صحف أمريكية وصحف غربية نشرت تقرير تقول بي أنه الولايات المتحدة الأمريكية تملصت من جرائم حرب. انفتح هذا الموضوع بعد مطالب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جرائم حرب قام بها هو وجيشه في أوكرانيا. فالسؤال اللي أريد نطرحه، شنو بالشأن الجرائم اللي صارت بالعراق؟ إذا أريد نعدد الجرائم فأنا طبعتهن وطبعت جزء وكهواية بعد ما طبعا ذني بحد إن إذا أريد أقراهم بحلقة، فبس حتى أقرأ ما نحكي وما نتعلق ما نعلق على أي موضوع إراد لخمس حلقات داخلص ذني المصايب اللي سوتها الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق. إذا أريد نبدي بيها بالتسلسل، في عام 2003 شنت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة بريطانيا، بمساعدة تحالف دولي مكون من أكثر من 30 دولة، هجمة شرسة على العراق ادعت في وقتها أنها لجلب الديمقراطية للبلد، ادعت للقضاء على الدكتاتورية، ادعت أن تكون هذه الهجمة من أجل إعطاء الحريات في العراق، ادعت من أجل إعطاء الحقوق لأهلها، وادعت كذلك أن يكون العراق جنة لمن يسكن فيه، وادعت كذلك أن يكون العراق أموذجا لباقي الأنظمة في العالم. وكذبت على العالم كله بشأن أنه الحرب قامت بسبب أسلحة دمار شامل في العراق. يوم 27/1/2003 قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك المصري محمد البرادعي في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي بعد مضي 60 يوم على استئناف عمليات التفتيش في العراق. هذا نحكي ب 27/1/2003، يعني بلش التفتيش بشهر 11/2002، أن الوكالة لم تعثر على أي أدلة تفيد أن العراق قد استأنف برنامج تطوير أسلحة نووية والتي كان قد أوقفها في مطلع التسعينيات. هاي رقم واحد. وكذلك أشاد البرادعي في إفادته أنه لا توجد أي أسلحة دمار شامل في العراق. هاي رقم واحد. رقم اثنين، لما نكتشف التقارير الرسمية اللي تشير إليها صحف أجنبية وصحف أمريكية وتشير هاي الصحف أنه أكو أخطاء استراتيجية، أكو أخطاء استخباراتية، أكو أخطاء عسكرية، هاي الأخطاء أدت إلى وفاة مدنيين، وأنه الهجمات اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الطائرات بدون طيار لم تكن صحيحة 100% كما روجت الإدارة الأمريكية. فعلي بأي حق يطالب بايدن بمحاكمة بوتين ونظامه متهم بجرائم حرب في العراق؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من الإفلات من المحاسب؟ رقم ثلاثة، منو اللي راح يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على الجرائم اللي نفذتها بالعراق؟ رقم أربعة، حقوق الناس العراقيين منو راح يعطيهم إياه؟ ورقم خمسة،
اللي فقد عزيز واللي فقد أرض واللي فقد هوية واللي فقد وطن واللي فقد حرية نتيجة هجمة رعناء مبنية على أكذوبة، حرب قامت بدون موافقة مجلس الأمن الدولي مبنية على أكذوبة بسبب شخصين أرادوا أن يورطون العالم كله في حرب جديدة، هما توني بلير وجورج بوش. هذول الشخصين استقوا معلوماتهم بسبب يعني من مجموعة أشخاص كذبوا بشأن العراق، ذول المجموعة أشخاص اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة آنذاك اللي دا يحكمون العراق حاليا، حزب الدعوة والمجلس الأعلى وغيره وغيره وغيره، وبدر وإياد علاوي وأحمد الشلبي وعدنان الباتشيتش اللي شاركوا في مؤتمرات المعارضة في مدريد وفي لندن وفي الولايات المتحدة الأمريكية، واللي روجوا وسوقوا إلى أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، واللي أعطوا الذريعة لاحتلال البلد، واليوم هم دا يحكمون البلد. المهم اليوم هنالك مطالب بمحاكمة مجرمي الحرب. إذا أريد نرجع إلى المطالب، سنة 2006 تحديدا في شهر حزيران نشرت مجلة لانست الطبية البريطانية المرموقة دراسة أكدت فيها 670 ألف عراقي قتلوا بعد الاحتلال وبسبب الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وتعرضت هذه الدراسة لهجوم إعلامي كبير في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، وتم التشكيك بالأرقام اللي أوردتها هذه الدراسة، وأن الرقم ربما يكون أكثر من 30 ألف قتيل بقليل فقط. لكن أشارت التقارير اللي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس إلى أن الأرقام ليست 10,000 فقط بل أكثر من ذلك بكثير. هاي رقم واحد. رقم اثنين، إذا كانت الوثائق التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز والتي قيل أنها وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وأظهرت انتهاكات شنيعة في غارات جوية مميتة شنها جيش الاحتلال ضد المدنيين في العراق، وأن الانتهاكات بحق مدنيين أخذت من أرشيف سري في البنتاغون عن الحرب الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2014، يعني هاي الأرقام اللي نشرتها نيويورك تايمز هي من 2014 وجاي، من 8 سنين، القبلة يختلف أرقام أكثر أقصد. حيث تكشف مجموعة وثائق أن الحرب اشتملت على أخطاء جسيمة في المعلومات الاستخباراتية، عمليات استهداف متسرعة وغير دقيقة في كثير من الأحيان، آلاف القتلى من المدنيين من بينهم العديد من الأطفال. هنا أنا وأريد أوقف حول هذا الرقم اللي أشارت إلى نيويورك تايمز، أو مو الرقم، إلى هاي الوثائق اللي أشارت إلى نيويورك تايمز وأشارت إلى أنه أكو هجمات متسرعة وغير صحيحة وأكو جهد استخباري خاطئ، فعليه من الذي سيحاسب الولايات المتحدة على جرائمها في العراق. صباح من بغداد، حياك الله. عليكم أستاذ أسل. عليكم السلام والرحمة أخوي. بالنسبة للأمريكان والاحتلال الأمريكي، يعني دمار شامل اعتذرناه احنا اللي جموا يحجون باسم الديمقراطية والحرية، نعم. ما يعني أصبح بيجموا بدبابات وطيران حربي، وما شفنا الأمريكان يجموا يبنون ويعمرون وينشئون هاي الديمقراطية الزائفة، بالعكس جابهم العملاء اللي موجودين كانوا في بريطانيا ولندن من حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية وجم يدمرهم العراق. كنا دولة قبل ومستقرة وما عندنا طائفية، وكنا دولة ذات سيادة وجيش وأجهزة أمنية وكل شيء موجود عندنا. قدوم الأمريكان والحلف اللي موجود وياهم دمروا للبلد، احتلال أصبحنا، يعني دمروا من 2003 ولحد الآن الشعب العراقي عاني من الاحتلال الأمريكي، وجانا هسه احتلال إيراني. يعني المصائب اللي صارت أدنى بسبب الأمريكان كانوا بفترات أي رتل ينضرب من المقاومة العراقية الشريفة يكون الرد قاسي من قبل الرتل أو الطيران أو الاعتقالات أو المداهمات، وحتى المخبر السري هم أساسها. يعني دمروا للبلد، كانت ردة الفعل عندما يضربون يعني قاسية جدا، يعني قاسية بحيث شفنا احنا وشهدنا عدة انتهاكات بالفلوجة
وفي محيط بغداد يعني، او في المناطق السنيه من كانت المقاومه العراقيه الشريفه، وما نقصد بها تنظيم القاعده بذيك الفتره او التنظيمات الارهابيه، نقصد المقاومه العراقيه الشريفه اللي كانت ضد الامريكان. كانت اي عمليات يقومون بها يكون الرد قاسي من ناحيه الاعتقالات العشوائيه او المخبر السري وياهم، او القصف اللي شفناه بسفور، ضربا بسفور وغيره بالفلوجه وغير المناطق، وحتى تجويع المناطق بحيث صارت حصار على الفلوجه وصار حصار على البيجي، وشهدنا عده انتهاكات للامريكان. فهاي كذبه جابوها الامريكان بحجه محاربه الموجود الاسلحه الدمار الشامل اللي عندنا، وطلعت كذبه من وراء اياد علاوي والمالكي وغيره والشلبي، اللي ذول اوهموا الاستخبارات الامريكيه واوهموا الامريكان حسب ما يدعون ان العراق خطر على المنطقه ويمتلك سلاح بيولوجي ونووي وذري، وبالاخير طلع كل شيء ما عندنا. يعني وين السلاح الكيميائي والذري والنووي؟ ما عندنا شيء، لكن هم جم على دوله نفطيه، دوله يريد يدمروها في سبيل يامنون اسرائيل. واحنا كل العرب هسه اخواننا العرب يعرفون ان الامريكان كذبهم على الرأي العالمي، وان العراق ما يمتلك اسلحه خطر، لكن انتهاكاتهم ما حد يحكي بيها، لا اكو منظمات مجتمع مدني. يعني احنا يعني مسوغات الحرب نعرفها والاخطاء نعرفها، لكن لما تكلمت عن هذا الموضوع، لان الولايات المتحده الامريكيه اليوم بقياده جو بايدن تطالب بمحاسبه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي على جرائم حرب قامت بها القوات الروسيه في اوكرانيا، ولم يمضي على حرب اوكرانيا سوى شهر، فماذا عن الانتهاكات اللي استمرت بالعراق من 2003 لليوم؟ ماذا عن صابرين الجنابي ومشاكلها من جرائم؟ طبعا امريكا والحلف اللي موجود وياها اكثر من 48 دوله سواء بالشرق الاوسط او الاتحاد الاوروبي، كلهم مشتركين بالجرائم الموجوده بالعراق. وشوف اعلام مال الدول هذا ما ينوه على الجرائم اللي صارت بالعراق بكل مناطق العراق، ساحه النسور غيرها، الجرائم اللي سوتها امريكا، القصف العشوائي، السجون اللي ملوها حادثه ابو غريب بالسجون. فشوف الامريكان مسيطر على رؤساء الدول الموجوده سواء العرب او اتحاد اوروبي، فالاعلام ما جاي يوجه اتهامه للامريكا انها دمرت وسوت مجازر بالعراقيين من 2003 ولغايه 2010 و2011. فهذا الاعلام اللي هي امريكا مسيطره عليه، شوفهم حاليا هسه ويا اوكرانيا، كل الاعلام العربي والاعلام الخارجي الاوروبي تشوفهم قالت اوكرانيا وحكت اوكرانيا، يصورون انهم انفسهم ناس يعني شرفاء وما قاموا بمجازر جماعيه في مناطق العراق، وامريكا تعرف هي سوت بالعراق، يعني من دمار شامل، دمرت الدنيا كلها من قتل، من اعتقالات، من تهجير، من هاي السجون مال بوكا اللي تذكروها بالبصره، كانت سجون ابو غريب ملأهم السجون، فعندها عده انتهاكات، لكن من يحاسب امريكا ومن يوجه لها الاتهام؟ يعني منظمات المجتمع المدني يعني واقفه، ماكو اي اتهام لامريكا وبريطانيا تتهمها تقول تعالوا انتم اساس الحرب على العراق وانتم الانتهاكات اللي قمتوا بها. هسه يحكون باوكرانيا، اوكرانيا اللي كانت هي جزء من التحالف اللي دمر العراق، يعني على اوكرانيا لانها دوله مسيحيه والعراق دوله مسلمه، ما حد يداعي بدماء هاي الابرياء الناس اللي انقتلهم بالسلاح الامريكي وانقتلهم بالقصف الامريكي. نعم، شكرا لك اخ صباح. كان من المفترض ان يدخل ويانا من البصره جواد، لكن انقطع الاتصال ويا جواد، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. اما الان ابو علي من البصره، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. موضوع الحلقه بلا زحمه. موضوع الحلقه، الولايات المتحده الامريكيه بزعامه جو بايدن اليوم تطالب بمحاسبه قيادات روسيا وخصوصا فلاديمير بوتين على جرائم حرب قامت بها القوات الروسية في أوكرانيا، لكن ماذا عن جرائم الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ وأيضا ماذا عن حقوق الناس التي سلبت منذ عام 2003 وحتى اليوم، وبني احتلال كامل لبلد على كذبة أن هناك أسلحة دمار شامل؟ تحياتي لك اولا. حياك الله اخي العزيز. هذول السياسيين اللي موجودين هم الثلاثه، الكرد، سياسيين الكرد والسياسيين الشيعة وسياسيين السنه،
من المستحيل يطالبون تعويضات او يطالبون عقاب امريكا. نعم. انا اقول لك اخي العزيز، يعني امريكا لما دخلت بالعراق حاولت تسوي حرب طائفيه بالبلد، حاولت تدعم جهه وصرب جهه، وبالتالي الامريكان استغلوا وضع مصالحهم هي الضيافه الى قسموا العراق الى سنه وشيعه، بالتالي هذول الثلاثه هم يعني من بعد حكومه صدام ولحد هذه الساعه ما اشوفهم يوم يتفقون ولا اشوفهم اخوان، يعني اشوفهم هذول الثلاثه الاطراف الثلاثه هم حقيقه واحد ما يرتاح للثاني، وبالتالي هي مجرد ياخذون منافذ وياخذون فائده لهم، وبالتالي هي قاعد ياخذون مصالحهم الخاصه فقط. الامريكان المفروض اليوم هي حقيقه، احنا طبعا انا حكيت في قنوات كثيره قلت لهم الاداره الامريكيه لما انتخبت للعراق هي تريد اطاحه صدام، لماذا تضرب الجسور ولماذا تضرب الكهرباء؟ يعني اكو دوائر خاصه للدوله، البنيه التحتيه، لماذا تدمر البنيه التحتيه؟ هاي المفروض واحد يطالب الاداره الامريكيه بتعويضات اعطيناها من العراقيين. نعم. يعني اعطينا ضحايا كلش هواي، منو اللي عوضهم اخي العزيز؟ ما يتعوضون ما دام ماكو اتفاق بين السياسيين، ما دام ما هم ايد وحده يا اخي. هاي هسه هذا 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 الكلام، هذا الكلام اللي موجودين الموجود على اول ما تدخل اول حد يهدى، يعني اذا يسمعوني انا مثلا احكي على السياسيين السنه السياسيين الشيعه الكردي يحكي على الطرفين، بالتالي هذه كلها تخدم المصالح الامريكيه يا اخي. احنا بيناتنا ما قاعد نتكاتب، احنا بيناتنا ما قاعد نصير اقوى حقيقيين، احنا المفروض نصير اقوى نطرد لكن ابو علي ابو علي خلينا نكون واقعيين، الشعب متاخي ومتكاتف، لكن المشكله في من يقود هذا البلد، خلينا نكون واقعيين اكثر. عيد الشعب متكاتف ومتاخي، الشعب رافض الطائفيه، الشعب مدى يقبل المحاصصه فيما بين مكوناته، لكن المشكله في النظام والكتل السياسيه التي لا ترغب في نظام الا بنظام المحاصصه الطائفيه. أخي العزيز، إذا الشعب العراقي هو رافض الاحتلال المفروض كله يطلع ويتظاهر. أنا شفت مظاهرات مستحيل كل الأطراف موجودة على الساحة وطلعوا ويتظاهرون. أنا موجود وتظاهر أماكن بغداد، ما قاعد أشوف الكرد موجود قاعد يتظاهر وياي، وأغلبية من السنة ما قاعد يتظاهرون وياي. يا أخي العزيز، هم شلون يطلعون الأمريكان من البلد ويشوفوننا إحنا متفككين، يشوفوننا احنا واحد يا اخي ضد الثاني، يشوفوننا واحد يقتل الثاني، هذا من المستحيل. ضيافه اليوم خلينا نحاسب الدول اللي جابت الامريكان، الامريكان شلون دخلوا للعراق؟ على يا طريقه؟ على طريقه السعوديه، على طريقه الامارات، على طريقه يا دوله مين انطلق هذا الطيران واللي ضرب العراق يا اخي؟ هذا المفروض هم كذلك يتحاسب. على كلامك اذا لازم ينتبه الشعب العراقي على تصريحات المسؤولين الإيرانيين اللي قالوا بها لولا إيران لما استطاعت أمريكا احتلال العراق. شوف الثاني، هذه أكذوبة، هذه أكذوبة. والله مو أنا أقول لك أبو علي، أبو علي أبو علي هسه أنت تعطيني مجال أبو علي، مو أنا أقولها، أنا وياك، مو أنا أقولها، المسؤولين الإيرانيين يقولوها، هم طلعوا بالتلفزيون يقولوها. يعني أنا أكذب واحد ده يحكي؟ شوف الثاني الثاني، خل أكمل لك أنا الفكرة حتى نتحول، هاي مو مشكلة. احنا هسه لو نفرض في اول، يعني اول ما دخل صدام حسين للكويت يا اخي، الكويت هي ارض عراقيه وبذات ابو علي ابو علي ابو علي لحظه لحظه لحظه، لا نرجع لورا، احنا ده نحكي على موضوع الاحتلال الامريكي، انت تقول احنا لازم نكتشف عدونا منه ومن وين انطلق الاحتلال ومن يا ارض انطلق. اخوي العزيز، ايران ومسؤوليها وموجوده على النت وموجوده فيديوهات لمسؤولين ايرانيين يقولون لولا ايران لما استطاعت الولايات المتحده الامريكيه من احتلال العراق، والمسؤولين الايرانيين بانفسهم طلعوا وقالوا احتللنا اربع عواصم عربيه اللي يقصدون بها بغداد ودمشق واليمن صنعاء وايضا بيروت. فاماني دا اقولها اخويا، هاي موجوده بالتلفزيون ومنشوره وطالعين دا يحجون، يعني مو انا قاعد دا لفق عليهم. لا استاذ
هذه شوف هاي بالنسبه للمقاطع على اليوتيوب انا هسه اقدر انشر وافرك القضيه وين ما اريد احكي كيفي على اليوتيوب. هاي شو اقول لك بعد ابو علي؟ ابو علي اقول لك طالع مسؤول يحكي تقول لي على اليوتيوب انا اقدر انشر، هو ده يحكي اخوي. يلا يعني هسه اطلع لك هوشيار زيباري، بس اسمعني اطلع لك هوشيار زيباري تصريح له لما كان وزير خارجيه ويقول لك احنا بحرب داعش انقتلنا بالموصل عندنا 40,000 واحد والدواعش 2000 واحد، عندنا 38,000 مدني انقتلوا، هذا هوشيار زيباري ده يحكي. انا دا اقول لك مسؤول ايراني قال هذا الكلام، مو انا دا الفق عليه اخوي العزيز. عادي حبيبي هذه احتمال تصريحات من شخص واحد أنتي هي ما تعني، بس احنا يعني انت تمام. انت مو متابع يا اخي زي اردس لك سؤال ابو علي اردس لك سؤال بس اردس لك سؤال لا لا عوف الموضوع عوف والله تركته بس اردس لك سؤال شنو الدفاع المستميت على ايران بالنسبه اني اي تحياتي لك مو انا هسه اذا احكي على السعوديه شوف هو هنا الخلل اذا احكي على السعوديه انت تقوم دافع وتذبح نفسك لاجل السعوديه والله ما دافعت ولا دافعت ولا راح افتح حلقه انا سالتك سؤال ما تجاوبني عليه دا اقول لك شنو سبب الدفاع المستميت على ايران خليك انا اسالك بالله ما انطلق الطيار في الزمان ضربوا بغداد سؤال واحد اسالك بالحظ والبخت شكرا لك ابو علي شكرا لانه صدقا شكرا لك لانه يا اخويا عندي اتصالات وما ترضى تجاوبني لا شكرا لك ابو محمد من بابل حياك الله ابو محمد الو حياك السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام انا كغاتي هذا بيك الغالي احنا متابعين هذا البرنامج والبرنامج شيق الله يسلمك ودائما يحشون الدول الغربية يحشون على الممنوعات وعلى الضربات الممنوعة احنا محافظة بابل لو تشوف احنا بوقت الضربة الامريكية جابوا قنابل عنقودية محرم الله من بدالك لحد الان نعاني من عدها على اراضي زراعية نعم ولا زال لحد الان راح الضحايا وراحت ابرياء وراحت وهسه يحشون يقولون يضربون باوكرانيا يقولون يضربون قنابل عنقوديه محرمه من حاشاهم اي سوينا تعويضات واي تعويض ماكو لحد هاي الساعه نعم هعني نعم بذمه من راحت ايش عجب هسه هم يطالبون بالدول ذيك الدول وهذا العراق عافوا لا مسؤول شيعي ولا مسؤول سني ولا مسؤول كردي ولا سالفتك اي مسؤول بس المنصب اللي يعارضه يدس راسه وراس ابوه ليش احنا هسه عايفين نعم ابو علي ليش عايفين هسه ليش الو نعم اسمعك اخوي ليش هذا هالسلاك مسؤول داعينا الحقوق لا يقول مثلا حقوق الانسان لا هذا الابرياء هذا القنابل العنقوديه اللي ظلت بالاراضي جاسمه لحد هاي الساعه منو مسؤول قال يابا خلنا نطلع عليها هم غيرهم اي مسؤول ليش نعم ليش ماكو ليش انا سالك ليش ماكو منو من علما تتجه ليا صفه ليا جهه ليا مسؤول تروح له نعم الو وياك ابو محمد اسمعك بعد عيني اقول لك يا مسؤول هسه تروح له وينورك مثلا يقول لك يا بتروح لهاي الجهه انت مثلا وهسه يداعون حقوق الانسان ويقول لك على خمسه اوكرانيين هم الاوكرانيين من اجوا لهنا للبلد استووا الله من بدالك بكوا المناطق قاموا اي واحد يلقونه مدني يضربونه يقتلونه ويطلعون نفسيتهم بس مو يقول اكو مثل يقول اعمل سجاده نعم مو لولا فاحنا هاي المأساة جابوها ان هذول اللي اجوا من الخارج على سالفتكم امان الله ونعل الله عليهم هذول ما خلوا شيء صحيح خربوا البلد خربوا اي شيء هو صحيح اقلبوه بس مصالحهم الخاصه وانتهى الموضوع حتى لا تحكي وياهم على اي شيء يقول لك خرب اي شيء بس يم هذا
اللي يصمم هذا هذا. نعم، شكرا شكرا لك اخ ابو محمد. بالنسبه الى قضيه تدخلات ايران في العراق ورد على ابو علي، اخي العزيز ان كنت تحكي على رايي الشخصي انا ما راح اقدر اجاوبك رايي الشخصي، انا مقدم برنامج، لكن الصحيح وهذا من المفترض ان يفعل بالعراق، اي تدخل خارجي من خارج العراق من دول الجوار من الجهات الاربعه مرفوض، هاي رقم واحد. رقم اثنين، سياده العراق خط احمر، فمال انت تسوي لي سياده العراق سبحة تطي خرزة للي عجبك والباقي بجيبك، هاي ما يصير. ثاني شغلة، سيادة العراق خط أحمر وانت تحكي لي على احتلال العراق ومنين انطلقت ومنين راحت ومنين جتي، المخدرات منين، الايدز منين، منو اللي باق نفطاتك، مصفى بيجي وين، واذا اريد اعدد لك انتهاكات ايران بالعراق فهواية، وتفجير المرقدين همينة واحدة من عدهن. فخلينا ساكتين أحسن، نرجع لموضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا اللي هو من سيحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على جرائمها في العراق وكيف تملصت من جرائم الحرب التي قامت بها القوات الأمريكية وأيضا القوات البريطانية في العراق إبان احتلال العراق، وأيضا لماذا من روج لفكرة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وهي أكذوبة اليوم هو يحكم العراق ولا يمتلك الجنسية العراقية وليس لديه ولاء لهذا الوطن. ابو عراق من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ اخو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امريكا انا اقول لك ما حد يقدر يحاسبها لان نعم حكومه حاسبت امريكا وغيرها. نعم. فاريد ارد على الاخ ابو علي يقول اريد ما بيها لا سني ولا كردي، يا اخي مو قاتلنا الامريكان وسويتونا اربع ارهام. انا احترم رايه وعلى راسي ابو علي. اسمعني، مو احنا قاتلنا الامريكان وسويتونا اربع ارهام ودبيتونا بالسجون. والدرينات ما عاد لحد الان موجوده. يا ابو علي يا اخويا خلي مخافه الله. يا ابو علي وطلعنا بساحات الاعتصام وحكيت أشكال والوضع عليه. يا أبو علي يا أخوي هذول الأمريكان يا عم تجد الحكومة حاسبهم، فالحكومة هي هم هذول كانوا ديونهم يا أستاذ أبل. نعم. وذول كانوا هم اللي ورطوا الأمريكان هم جابوهم، بس هسه صار هسه يقول لك ما كان كان احنا كم احتلال والاحتلال الايراني من يحاسبهم عليه يا استاذ افل؟ وايران اللي سوت اكثر ما سوت امريكا. خلي العالم يصحى شويه، كافي عاد مجاملات. وانا اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو عراق. ابو علي من لندن حياك الله. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييكم. بالنسبة للاحتلال الامريكي للعراق وجابونا هاي الميليشيات 90 فصيل ارهابي وعلى رأسهم الجمهورية الكافرة ايران، انا قلت للاخوة خارج العراق يجب ان نسوي مظاهرات كل اسبوع ونحرج الامريكان، يعني نوقف امام السفارة الامريكية ونكتب لافتات تعالوا يا امريكان اخذوا زبالتكم اخذوا ميليشياتكم من الخضراء وطلعوهم من العراق وخلصونا. بس مع الاسف الشعب العراقي اخي بارد وجامد وما يتحرك. والله هذه المأساة بالعراق لو صار بغير دولة، لو صار باصغر دولة ما اريد اقول يا دولة زين كان تنقلب العالم، بس ما اعرف الشعب ما اعرف انضرب اوبر مخدر ما اعرف هو ثلاثة ارباع خدروه بالمخدرات والكريستال اللي جابوه من ايران، والباقي مع الاسف قسم بيهم مع الميليشيات حراميه وقسم بيهم ضعفاء، يعني ضعفاء ما اعرف، يعني ما على الشعب العراقي عمي ثور، هاي قلناها الف مره ثور وادخل الى الخضراء. انت شو ثاني عمي من دولة؟ انت شو ثاني بدوله؟ انت شو ثاني دولة؟ كومه ميليشيات عصابات جاي تحكم بالعراق
وهاي إيران وأمريكا مكيفة طبعاً، أمريكا مكيفة على هذا الوضع. هم شالوا على أساس النظام العراقي السابق، النظام صدام حسين رحمة الله عليه، ها، وجابونا زبالات الأرض، حصالات الأرض جابونها يحكمون بالعراق، قومة لصوص أصابات. فإحنا المفروض نرفع لافتات أمام السفارة الأمريكية بكل العالم، ها، ونكتب اللافتات: تعاي أخذ زبالتكم، وتعاي أخذ ميليشياتكم يا أمريكا اللي ورطتونا بيهم وجبتونا بيهم. تفضل اليوم الآن أربيل، الآن جاي تنضرب أربيل بثلاث صواريخ، ها، هاي الميليشيات، هاي العصابات جاي تضرب أربيل وغير أربيل. بابا هاي إسرائيل، روح أضرب إسرائيل، روح أضرب إسرائيل. واحد يحكي يقول لك ليش تحكي، روح مقاومة، مقاومة على منو مقاومة؟ أنتوا يا ميليشيات يا عصابات الخضراء كلكم، ما أستثني منكم أحد، مجرمين، قتل إرهابيين، دواعش، عملاء خونة الإيران والأمريكا والإسرائيل. حياكم الله. شكرا، شكرا لك أبو علي. أبو عبد الله من أربيل، حياك الله يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، رمضان كريم مبارك على الشعب العراقي المسلم إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية. الله أكرم ويبارك بعمرك إن شاء الله يا رب، رمضان كريم عليك. الله يخليك أستاذ. أنا برأيي أستاذ، أنا برأيي الأمريكان وإيران طبعا عندهم تحالف، بس تحالف يعني سري برأيي. نعم. ليش أستاذ؟ السنة والأكراد شوية، ها، شافوا حالهم، راح يتباوع الجنوب، مع احترامي لأهل الجنوب، أهل الجنوب طيبين، بس شنو شغلتهم؟ عاطفيين شوية. يعني لما تجيب طارق إمام علي أو تجيب طارق الحسن، هذول اللي يقول حبالك، يعني إيران تطيهم صكوك للجنة، إنه هو جاب الإمام الحسين إمامنا قبل ما يكون إمامكم أمينة، إحنا ما عندنا شيء وياه. لا، بعيدا عن هذا الموضوع أبو عبد الله، لكن أنت تقول أكو تحالف سري، هو بس لحظة أبو عبد الله، وما أكو تحالف سري، والدليل الحرب العراقية الإيرانية، فضحت إيران جيت أو إيران كونترا، لما كان هناك اتفاق سري ما بين إدارة رونالد ريغان وإيران. هاي رقم واحد. رقم اثنين، خليل زادة طلع زلماي خليل زادة وكتبه في مذكراته، قال قبل أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربها على العراق كانت هنالك مفاوضات سرية في طهران وواشنطن ما بين إيران وأمريكا، وأيضا سياسيين إيرانيين أكدوا هذا الشيء. فهذا شيء مفرغ منه أخوي العزيز. هو هذا كنت أريد أذكره، هذا كنت أريد أذكره سالي. نعم سالي العزيز. باوع، شوف، أعطيك 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 دليل. تفضل. هذاك اليوم طبعا حكيته حتى بإذاعة العهد، قلت له اللي جاء داعش للعراق هم إيران. قال لي شلون المذيع؟ قلت له شوف، داعش وصلت لأمريكا، داعش وصلت لأوروبا، داعش وصلت لأفريقيا، داعش وصلت للصين، ما وصلت لإيران. يعني قوية؟ لا، بس هم يشتغلون بآمر إيران، يشتغلوهم أستاذ بآمر إيران يشغلوهم. نعم. هو هنا مربط الفرس. كانت شوية شافوا نفسهم، يعني شوية، ها، يعني شافوا مصالح شعبهم شوية، والسنة نفس الشيء. بس الجنوب إذا إيران مو يشوف، شوف إيران أي مكان الطب. شوف هسه جماعتي الآن طبعاً بقليل كردستان أستاذ، الاتحاد الوطني طبعا متعاهد ويا ايران ويا جماعه الاطار التنسيقي. شوف السليمانيه صايره مكمل نفايات حسب وجهكم. شوف المتقاعدين دي يروحوا للتقاعد، ما ينطوهم رواتب، طايحين يطيحوا كل يوم زي كذا. استاذ هنا الموضوع، الموضوع هنا وهسه يقولون على مسعود البازاني انه هو يهودي واسرائيل وما شنو. هسه بس مسعود البازاني التليفون واحد يخابرهم كلهم تبقيهم بربي. زين هذا يهودي ليش تحاربون؟ يهودي هو. نعم. ليش تحارب وياه؟ ما تحارب وياه، خلاص.
وهسه دي حاولين يفرقون بين السنة جماعة هذا ابن أبو ريشة ما أدري من هو يسوي التفرقة بيناتهم حاولين يفرقون. مارقة ومنافقة إيران دولة مارقة ومنافقة منه وصايرة مكبخة لإسرائيل كل يوم ورفعت بالشعار أنا حارب إسرائيل وأنا حرر القدس. والله ما تحرر القدس لو الله يعطينا عمر ألف سنة أظل بعد ألف ما تحررها no, no. واللي حررها إلا واحد من العراق يحررها. نعم شكرا شكرا لك أخوي العزيز أبو عبد الله. بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية في أوقات متعددة ومحددة في تاريخها، كل هذه الجرائم اللي نفذتها تندرج في قوانين المحكمة الجنائية الدولية وأيضا في اتفاقيات جنيف وأيضا في قوانين الحرب الموجودة في القانون الدولي. إذا أريد نذكر بعضها نبدي مثلا من الحرب الأمريكية الفلبينية الأولى قتل 1,500,000 مدني، الحرب العالمية الثانية أشهرها مثلا قصف مدينة دريسدن الألمانية وأيضا هيروشيما وناكازاكي في قنبلتين نوويتين لإرغام دول المحور على الاستسلام، وما حصل بعدها مجزرة داتشاوي بيسكاري أودوفيلا هوبرت في فرنسا ساحل أوماها في فرنسا، هاي كلها أثناء الحرب العالمية. هناك ادعاءات أن القوات الأمريكية قامت باغتصاب النساء في الحرب العالمية الأولى، أيضا قامت وحدة برية وطائرات عسكرية أمريكية بقتل ما بين 300 إلى 400 مدني في الأيام الأولى من حرب عام 50 في الحرب الكورية، وأغلب القتلى كانوا من النساء والأطفال. فترة الحرب على الإرهاب ظهرت العديد من جرائم الحرب على يد القوات الأمريكية في حق المدنيين في العراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال في صور قصف جوي ضد مدنيين عزل واغتصاب نساء ورجال أو قتل أسرى حرب أو تعذيبهم وانتهاك آدميتهم أو إبادة جماعية أو استخدام أسلحة محرمة دوليا أو تصويرهم كما حصل في سجن أبو غريب مثال ما أخذ التقرير. هاي بعض الجرائم وأيضا الحرب التي قامتها على العراق في عام 2003 وما حصل بعد ذلك، مثلا مجزرة ساحة النسور اللي برئ من قام بمجزرة ساحة النسور حسب القضاء الأمريكي. فنرجع ونسأل السؤال، من سيجلب الحقوق لأبناء الشعب العراقي ومن سيحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على جرائمها في العراق وهي تطالب بمحاسبة بوتين على جرائم قامت بها القوات الروسية في أوكرانيا؟ أبو ياسين من بغداد حياك الله. تحياتي لك أخوي. حياك الله يا غالي. أخي هي أمريكا تريد حاسب بروس؟ نعم. أمريكا دمرت العراق ودمرت اليمن ودمرت ليبيا ودمرت سوريا، يعني هم والمرة هاي نفس الكذبة مال التسعينات من قالوا العراق خطر على المنطقة ويمتلك أسلحة. وهم هدفهم يريدون يحتلون العراق، ولأن يقول لك العراق هو مسؤول على العراق وعلى على الأمة العربية، فطلعوا كذبة على مود يخلون حتى الشعب يكره الحكومة اللي تعطينا الحكومة الوطنية. فأخي هاي كذبة، هم خلي حاسون أول مرة أرواحهم. هي أمريكا هي عدوة الشعوب، أمريكا ما تخطي خطوة إلا بها مصلحة، هاي وحدة. اثنين هذا الاخ يقول على السعوديه، اخي السعوديه ايش عليه؟ هي لو ما ايران امريكا على احتلال العراق، كان ما ايران احتلت العراق. اخي هم امريكا وايران والصهاينه هم انتفقوا العفو انتفقوا على العراق من السبعينات لاحتلال العراق والامه العربيه، من دفعوا علينا هذا حمين الدجال سووا حرب عبالهم هم سلاح وعلى طريق الصهاينة، أمريكا تدز سلاح والصهاينة توصل لإيران، هاي طبعاً كل العالم تدري، وحتى هم العملاء يدرون كل زين، بس ما يحكوا الحقيقة، رادوا يحتلون العراق والمنطقة، فطلعوا الكذبة مال العراق خطر على الأسلحة، فاحتلوا العراق. هسه هذول خوانة، هذول خوانة. يعني الشعب العراقي يريد دول خوانة يدعون أمريكا على احتلال العراق، هو أمريكا ضربت العراق نعم ورا السنة ورا سنة، هم الحكومة هاي الأحزاب هم قاموا يفجرون، من يفجر المراقي، من يفلش الدوامع، من حرق المصائف، من استوى الطائفية، نعم هي أمريكا تدري، بس هم دول عمال عند أمريكا. يعني الشعب العراقي
يريد هذول اللي يحكمونا يدعون امريكا على دمار العراق، على سقاط الجسور والعمارات والبنيه التحتيه وقتل الشعب. اخي هم هذول خدم عند امريكا، هذول لو بعد 100 سنه كل شيء ما يسوون. هذول هذول هم اجوا امريكا انطتهم الورقه، هم قالوا لامريكا احنا بدون ورقه احنا راح ندمر العراق. يعني اكو ناس ما تفتهم، يحكي يقول لك السعوديه، يقول لك الكويت، يقول لك كان هي امريكا الدمار الامه العربيه. يعني بس ارجع اعرف ايران شنو يعني، يعني العراق هاي صار 20 سنه ماكو ما حد ينطبيها. هسه شوف يمنا منطقتنا، يقول لك شوف ابويا اللي جيت طاري ايران، هي شو مسويه؟ مو جاي تدمر بالعراق، صار 20 سنه جاي تمص الدم العراق وشعب العراق. بس للاسف عشان طلت عليك اشكرك. شكرا، شكرا لك ابو ياسين. يعني بعض الاسماء التي لن يستطيع ابناء الشعب العراقي نسيانها نهائيا، جورج بوش الابن، توني بلير، بيل كلينتون، دونالد رامسفيلد، كولن باول، بول وولفويتس، مادلين اولبرايت، كونداليزا رايس، والقائمه تطول. اذا اريد ندور على ما حصل في العراق، فهي كثيرة. جرائم الحرب التي حصلت في العراق كثيرة. إذا أريد نحسب الجرائم اللي صارت بالعراق من 2003 لحد هاي اللحظة، فهي كثيرة. مجزرة جبلة تعتبر جريمة بحق الإنسانية. من المتسبب بها؟ النظام السياسي والفساد و و و و من اللي جاب ذولا؟ الاحتلال الأمريكي. إذن بالأساس هو الاحتلال الأمريكي البريطاني، واللي سلم العراق إلى إيران بعد ذلك، واللي أدت الأمور تصل إلى هذا الحال. شفنا الطائفية، وشفنا التفرقة، وشفنا المحاصصة، وشفنا داعش، وشفنا سقوط ثلاث مدن تعتبر من أكبر مدن العراق. ثلث العراق سقط، هنا ثلاث أربع مدن. وشفنا 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 شفنا المحسوبية، وشفنا البريء ينسجن والقاتل يطلع بريء. شفنا بها اللي يطلع يحتمي بالجيش أو بالحشد وشايل علم أبيض يتغيب مثل ما صار بسيطرة الرزازة، واللي يقتل هشام الهاشمي، صفاء السراي والناشطين المدنيين ما حد يندق به. شفنا اللي يروح يصلي بالجامع ينكتل مثل ما صار بمجزر السارية أو جامع مصعب بن عمير. بينما الصور اللي وثقت من قام بجرائم مجزرة جامع سارية وجامع مصعب بن عمير برأتهم، واكو فيديو والتبرئة لعدم ثبوت الأدلة. بينما يجي واحد يعتقلوه من أجل مخبر سري ويوقعوه على اعتراف من الكتل، من التعذيب، من شدة التعذيب، أو يهددوه بأهله أو شرفه أو أبناءه أو بناته، يوقع على اعترافات هو ما مسويها، ينعدم. بينما اللي مصورته الكاميرات انه وده يقتل ما حد يندق به. اللي استخدم سلاح تابع للدولة العراقية من اجل قتل ناشطين وقتل مدنيين وقتل اساتذة وقتل مهندسين وعسكريين وطيارين، وده يستخدم سلاح ميري تابع للدولة، ما حد يندق به. بينما اللي يطلع ويقول اريد وطن، تدخل له عبوه مال غاز مسيل للدموع براسه وينكتل. وشفت الصور هوايه. بالنسبه الى رسائل واتساب اللي وصلتنا اليوم، رساله من احد اشخاص يقول: السلام عليكم اخي العزيز، انا اريد اشارك. يا حبيب اخوي العزيز شارك، تقدر تدز لنا رسالتك حتى نقراها، اتمنى على السريع لانه ما بقى وقت عندي حتى اقراها. رساله اخرى تقول: السلام عليكم عيني أبو علي، بس سؤال، يصير عايش بالعراق وخير العراق ماكل شارب، وتالية تصيح إيران، وحتى إذا هيك أنت بايعها إنه بتفتخر وتعصب، مع الأسف أكو هيك عقول. تحياتي، يبقى الشعب العراقي تاج فوق راس كل ذيل وعميل. أتمنى أن تقرأ رسالتي، تدلل أخوي العزيز قرأتها. وأتمنى من أخي اللي كتب ممكن أشارك أن يرسل رسالته قبل ما نختم البرنامج، لأنه بقى عندي وقت نهائيا. أما ما حصل في العراق واللي يشيرون الناس أنه أكو أكاذيب بالنسبة إلى ما حصل في العراق،
فأتمنى تنشرون أو تقرؤون مذكرات عراب الاحتلال الأمريكي أو مهندس الاحتلال الأمريكي البريطاني التحالف 43-45 دولة في سنة 2003 وزير الدفاع الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد رامسفيلد اللي أشار بها في كثير من النقاط في مذكراته في كتاب مطبوع ومترجم إلى اللغة العربية اللي يريد يعرف أسرار ما حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن يقول عن نفسه معارضة هو اليوم دا يحكم العراق وإيران. روح اقرأ وتعرف اللي دا يصير. أما السؤال اللي أريد أوجهه للناس، من سيحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على جرائمها التي فعلتها القوات الأمريكية في العراق وكيف أفلتت من جرائم الحرب في العراق؟ مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى لهذا المساء. ألتقيكم أو نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج صوتكم بعد غد الجمعة. إلى اللقاء.